جماعة هذا أول كتاب يصل على الأردن، أساسيات التسويق الحديث للأب الروحي للتسويق فيليب كوتلر، والحمد لله طبعا تم توكيلي أنا لأصدر نسخة الأردن. هل هذا الكتاب نسخة إيطاليا؟ أنا تم توكيلي من كوتلر إمباكت لأصدر نسخة الأردن. خلينا نفتحه ونفرجيكم. هذا أساسيات التسويق الحديث، أول نسخة تصل الأردن، هاي الإديشن إيطالي إديشن، إيطالي إديشن. أنا توكلت فضل الله تعالى أنا أعمل جوردن إديشن، وهنا بدل ما تكون اللوجو هنا إيطالي راح يصير لوجو أردني زي استرلاب مثلا، زي شركة زين مثلا، زي البنك العربي. هذا الكتاب يا جماعة سيغير مجرى تاريخ التسويق، سيدرس في 50 جامعة في أنحاء العالم. انتظروا قريبا إصداري لكتاب أساسيات التسويق الحديث بإذن الله تعالى، وراح يصير أعطيكم أبديت دائما في هذا الكتاب. طبعا هذا الكتاب يحوي على منهجية التسويق كامل مع دراسات حالة عملية محلية. دائما احنا كنا في التسويق ندرس ماكدونالدز، ستاربكس، ندرس بيتزا هات. الان راح تدرس شركة محلية. انت قاعد في الاردن قاعد تدرس عن مثلا بن معروف، في امريكا قاعد تدرس عن بن معروف.